et il est retraité depuis un moment, mais il continue ses travaux de recherche comme les terres. On lui donne la parole. Je parle d'un mérite avec ma discipline cathédrale de la limite. Tout le monde, le stade à l'esprit, de la limite. Sur une terre assez rare, rapide, il a un âge, il a une couture, il a une chose, il a une petite terre, il a une petite terre, il a une petite terre, il a une يعني هذا البعد الامازيغي خصوصا في كليه الادب نسر كتنمو مغيب واستطاع عن طبيعه الحال امتاز بالرياضه ولكن تيتا غاشيا لابلو اخذ هذا المصنع ولكن اوتاني غايا استعمل لاعبو خدموديت تقريبا 21 عام في كليه الادب ثم لهندس المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه سعيد يان ندم بسيط متواضع يتخدم في صمت وفي هدوء يتصع و يتقل استحيل لي يتصع يتصع اشكو ارجو ستكا كيف دكتور عبد بالمناسبة يغش الدكتور عبوري سوزو تكنس ليت التلفزي ولذلك يعني الناس اللي غاتني انه كريغي نخت ناضي في سيني والو تمازيغ كلاسيك يلفي كرنس يدمنس يصغر نس مسكين تواضع نس يعني تيرين سي مازيغ هاد غير سي كان هو غادي يسكر دايما يتلاجا دايما يجبنس يكس الديرين غادي يسكر تما ماشي كاع انتدى انتدى من ميت مغرس اللي هو ولنا يوالي ولنا لم يدور السي هاديك يسكر يداو من مازيغ من الشعر مازيغ يسكر مازيغ نيتار ولا إزمول إذا استعلي هي بلاد كاين يعني بالنسبة لي هذا من مدرسة النيل يعني اختصارا هذا الرجل بمتينة خاصة ثابت على مكارم الأخلاق الجامعة بين الطيب والوفاء للمبادئ والصدق في العمل في القول والعمل فما أروع المعدن وما أطيب الأصل وفوق ذلك كله فهو ففي شخصه المتواضع تتجسد العظمة في البساطة لا غوندور دون لا سامبليسيتي هذا الكل بالنسبة لي وفعلا يمكن ضيق السعي الله يرحمه هذا يعني الشق الأول اغتسابات من غوريلا خصيعي اشكو يعني خدمة غديت يعني لمدة طويلة في كلية الأدب مع الملك الثقافة الأمازيغية شوية السعلي يتميز كذلك في التاريخ وانه يقرا اللي كيقرا الأبحاث ديالو يعني غادي يشوف على أنه يعني في الأربعة الكتب غوري غوري خدم هذا هو بنينيخ رحلة الوافي 1992 الإسلام الأمازيغ كانت نقال المحاضرات راه تيسكر الصبح باسم الكتاب تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة 2003 ونماذج من أسماء الجغرافية والبشرية المغربية 2004 مجموعة مجموعة المقالات معلمة المغرب مع معالم ومعاجم أخرى هو
يعني في هذا البلاد إلى شفنا هذا الرصيد العلمي أركز على يعني بشكل أو بآخر على أربعة القضايا. أولا جديد منهج تاريخي من حيث المصادر، هو تلاحظ على أن المصادر التقليدية عقيمة، يعني كتشوف المجتمع يعني من الصبح ولا يمكن أن اعتماد عليها يعني من هذا الباب. ولذلك كان لابد من الاعتماد على ما يسميه بالمصادر الموشومة للسورس جرافيك، وهناك يعتمد على يركز أساسا على اللغة الأمازيغية، أنه اللغة الأمازيغية اللي كان درسوها كنلقاو أنها يمكن تحل لنا واحد العدد ديال الأمور في تاريخ المغرب وتاريخ شمال أفريقيا بصفة عامة. تقول ويرى أن اللغة هي من أقدم المصادر الأركيولوجية للتاريخ، وأن الحفر فيها إذا لم يفضي الكشف عن حقائق جديدة عن الجوانب الغامضة من تاريخنا فهو خليق بإدخال عناصر أخرى لتفسير ذلك تلك الغوامض. يجد فيها العقل ما يثير فضوله واتجاهات تخضع لمنطق الأشياء وتساير جدلية التاريخ. هذا شيء تاريخ المغرب صحابي وتضامن. وهنا أعتبر أن على هذا الشيء يعني غادي يمشي باش يشرح يعني المعاني ديال القبائل الكبرى في شمال افريقيا، كنسمو سمودا، سنهاجا، زناتا، كزولا. وتقولنا على انه الى فككنا هذه الاسماء وحللنا اسمتو غادي نتوصلوا على انه يمكننا يعني هذا التاريخ يعني يزيد البحث التاريخي يزيد للقدام. ما غاديش ندخل في التفاصيل لان الوقت ما لا يسمح بذلك. وهنا سي علي شبتي يعطي الدليل على ان الاهتمام باللغة الأمازيغية اكثر وتضيفها في البحث التاريخي قليل بان يثري النقاش في قضايا تاريخية يعتقد البعض انها محسومة بصفة نهائية، وذلك اعتمادا على المصادر المكتوبة التي عادة ما لا تتم الا بما هو افقي في المجتمع، اما ما هو عمودي في المجتمع فتتجاهله ان لم نقل تغيبه. وهكذا في الأستاذ علي صدقي كان له الصدق في على في يعني التركيز على أهمية اللغة الأمازيغية في البحث التاريخي. ثانيا أهمية التاريخ المحلي في فهم التاريخ الوطني. تقولنا إلى غادي نفهموا إلى بغينا نفهموا التاريخ الوطني خصنا نعتنيو بالتاريخ المحلي لأنه هو التاريخ الحي ديناميك اللي فيه الحركيه. وهذا الشيء يعني برهن عليه في كثير من القضايا التي درسها او التي يعني هي وارده مثلا في رحله الوافي وايضا في الاعراف وازفان الى اخره ديال الامازيغيه والاغاني الامازيغيه. وهذا يعني هذا المعطى كذلك ركز عليه الاستاذ المرحوم ايضا العربي بزي في اطروحته حول التافهات. تقولنا يعني ان الاستاذ السي العربي يعني شويه تطلع الناس اشتغلت معهم وكان يخدم معاه وكان لي حضرت معاه يعني الاعمال ديالي واشتغلنا جميعا، ولذلك تاثرت شي شويه ملي كنتذكرهم هكذا. اذا الاستاذ العربي مزيان غادي نعطيكم يعني في هذا الباب يعني الخلاصه ديال داك الشيء اللي يقول بالنسبه للتاريخ المحلي بالنسبه للتاريخ يعني الكوني، وهو انه اذا بغينا نعرفوا نفهموا التاريخ المحلي التاريخ الوطني لا بد من ربطه بما كان يجري من حولنا، يعني في خصوصا ما يسمى بحرب 30
سنة ما بين 1918 و1940 اللي كانت ما بين فرنسا وإنجلترا وهولندا التي كانت تنافس القوتين الإيبيريتين إسبانيا والبرتغال. لا غادي سنغادي فكان من نتائج يقول الأستاذ عبد الزين الله يرحمه أن من نتائج ذلك أن ذاك التوقيت كان المغرب كيلعبوا يعني في التجارة الوسطية مابقاش وتضررت منها مناطق ديال التفيلات والمغرب بصفته عامة من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتدرس ذلك يعني بدقة في البحث ديالها. تبني المصطلحات الجديدة يعني الأستاذ صدقي تبنى مصطلحات جديدة يعني كان مجدوه أنه ما يعني تقريبا في الدراسات التاريخية الحديثة في المغرب ما كاين شي واحد يستعمل كلمة الأنازيغ بحاله يعني في هذه الكتب اللي ذكرت لكم تقريبا أنا حسبت ما يزيد عن 234 يعني مرة وردت عنده بصفة يعني متباينة في هذه الكتب الأربعة اللي ذكرت لكم. ثم المسألة الرابعة والأخيرة وغادي نكمل تاريخ ومسألة المثقفة والتثقف. هذه المسألة هذه انتبه إليها الأستاذ علي صدقي واعتبر أن الباحثين لم يعطوها أهمية كبرى وأن أن من يقول بأن من بين عواقب هذه المثقفة التنافي بين الفترات التاريخية التي لا يعني بالضرورة وجود قطيعة بنيوية بينها بقدر ما هو ذو طبيعة إيديولوجية وثقافية تسود بشكل واضح فوق سطح الكتابة التاريخية ويستدل على ذلك بما ورد في المصادر الإغريقية واللاتينية القديمة حول أسماء المجموعات البشرية والأعلام الجغرافية بحيث تكشف لي يعني بالنسبة لشمال أفريقيا عموما تكشف لي ذكروا الإغريق والرومان كانوا يجدوه يعني في الفترة الإسلامية ما بقاش يعني عنده أسماء أخرى ولذلك يرى أن المغرب الشمال الإفريقي بصفة عامة هو بلد المثقفة يسميه بلد المثقفة بامتياز تتعايش فيه لغتان تاريخيتان هما الأمازيغية والعربية وهذا المعطى ما كيعطيوش الباحثون الاهتمام لذلك يعني يعني التأويلات ديالهم يعني ما يعني بحيدوا عن الصواب. إذن الأستاذ صدقي الله يرحمه عنده يعني قصب الصدق في هذه يعني في هذه القضايا التاريخية وليس من المغالاة في شيء القول بأن الأستاذ محمد علي صدقي أزيكو يعتبر من رواد المدرسة التاريخية المغربية الجديدة التي برزت في التسعينات والثمانينات من القرن الماضي وقد كان لها تأثير إيجابي على مسار البحث التاريخي في المغرب كما مقيفا وسيسجل له التاريخ أنه أدخل إضافات منهجية وعلمية جديدة على إلى حولية البحث التاريخي المغربي الهدف منها فتح آفاق جديدة وذلك باعتماده مقاربات جديدة ومصادر أخرى غير مصادر تقليدية كاللغة الأمازيغية والأعراف وغيرها لبناء صورة متكاملة العناصر لتاريخ المغربي عبر العصور. وسبحان الله.